ذهب سعيد إلى التنعيم ليشهد مصرع خبيب الجمحي، فقال هذا الشهيد الذي قتل لأنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئتم أن تتركوني أن أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا ركعتين، سيواجه الموت بعد دقائق ومع الله، هل تسمحوا لي أن أركع ركعتين؟ فافعلوا، وركع ركعتين، لكنه قال بعد أن انتهى: والله لولا أني إن أطلت الصلاة تظنونني جزعاً من الموت لفعلت. خاف يطيل الصلاة حتى يأخر قتله، قال: لا. كلمة الصلاة، شوفوا يا أخوة، الحج يسقط عن غير المستطيع أو المريض، الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن المريض والمسافر، خمس أركان إلا الصلاة لا تسقط بحال، في أي مكان، في أي زمان، في أي ظرف، وأصعب ظرف لك أن تصلي بالإيماء، تقرأ الفاتحة سراً، الركوع هكذا، السجود هكذا، في أي ظرف تحت التعذيب لا سمح الله، لو صليت لقتلت، لك أن تصلي بالإيماء. الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو صلاة، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أخواننا الكرام، الإنسان فقير في أصل تركيبه والدليل، وخلق الإنسان ضعيفا، والإنسان جاهل في أصل تركيبه، والإنسان جبان. ما الذي يحصل؟ هذا المخلوق الفقير إن اتصل بالغني يغتني بغنى الله، عند المؤمن عزة وكرامة تفوق حد الخيال. هذا الفقير الضعيف إن اتصل بالله يسعد، يقول لك: المؤمن ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، وضعه المادي سيء جداً، غرفة واحدة ساكن، جنة، ويساكن أفخر بناء بالأرض، قد يكون في جحيم. إذا الله أسعد إنسان يسعده بأصعب ظرف، يعني سيدنا إبراهيم وهو في النار كان مع الله، سيدنا يونس وهو في بطن الحوت كان مع الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقق الآن، هي قصة قلبت إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. أخواننا الحاضرين وأنا معكم، يعني في مصيبة أكبر أكبر من أن تجد نفسك فجأة في فم حوت؟ الحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن عظم، 50 طن دهن، 90 برميل زيت، يقف في فم الحوت 20 شخص واقفاً بفضل. في أمال، أعطاك الله أصعب حالة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أكبر عبادة عند الله الدعاء، الدعاء هو العبادة.
الدعاء مخ العبادة. عندك مشكلة صحية، والله في عندي شيء 50-60 قصة، شفاء تام من مرض عضال، ما في أمل إطلاقا، شفاء تام من مرض عضال. لي صديق حميم جراح قلب أول، فكان بفرنسا، درس بفرنسا، جاء مريض من سوريا معه أزمة قلبية، فكان رأي أستاذه لابد من عمل جراحي سريع. قال له بس بدي ودع أولادي. قال له معك أسبوعين فقط. اجى على الشام عند قصاب، وجد هذا القصاب كلما ألقى في البرميل عظمة جاءت امرأة أخذتها وضعتها في كيس، لفتت نظره قال لها أختي ما قصتك؟ قالت له عندي 8 أيتام وأبوهم مات وما ترك لنا شيء إطلاقا. أخذ العظمة بس لقى يعني شيء من اللحم، فهو تألم، خاطب القصاب تعطيه كل أسبوعين كيلين لحم سنة ويحقه. بس اللي روى القصة طبيب جراح قلب من إخواني، الآن من كبار أطباء القلب بسوريا. رجع لفرنسا لعمل جراح قلب، سووا قسطرة ما في شيء قلبه. الطبيب المسلم هو الدكتور فهم من الله، شفاء ذاتي اسمه هذا. الفرنسي ما كان يفهم هاي، يحط السي دي القسطرة في ثغرات، في انسداد بالشرايين، يحط القسطرة الثانية ما في شيء. أنا مؤمن بالشفاء التام، والله في عندي 50-60 قصة، الله وكيلكم، شفاء تام. وإذا مرضت فهو يشفين. الغرب لا يؤمن بهذا إطلاقا، ما أنا مؤمن. والله واحد مقعد شلل رباعي، طلب من أولاده عمره، لك يا بابا شو عمره، طلب بإلحاح منقطع النظير، يعني أبوه أخذوه على العمرة ما في كرسي رباعي، حطوه بالحرم النبوي، قال لهم تعوا بعد العشاء خذوني. اجوا ملأوا، اختل توازنهم، ناجى رب، قل يا رب يا على البقيع يا شفيني، بس على الله غالي. الصلاة على أصحابه، يعني مو قضية إنه رواية. الله قادر على الشفاء التام، وإذا مرضت فهو يشفين. عندي أكثر من 40-50 قصة بهالعمر الدعوي من هالنوع، شفاء تام. فاتفقنا إنه الصلاة وحدها لا تعطل، ولو بالرموش ولو بالإشارة. الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. العبد الفقير، الضعيف، الحادث، لم يكن قديما، الله قديم. الطارئ، الفاني، إذا اتصل بالذات الإلهية صار غني، غني بقلبه، غني بما عند الله. يعني هذا الطفل لأبوه ملك ما معه ولا ليرة، بس لأنه أبوه ملك غني بأبوه وقوي بأبوه، تمام، غني بأبيه وقوي بأبيه، هذا المؤمن. نعم. هلأ الإله من هو؟ أصل الجمال والكمال والنوال، كل ما في الأرض من أشياء جميلة. شوف الورود والأزهار، في عندي لوحة فيها شيء 500 نبتة زهر، كل زهرة أروع من الثانية، من أعطاها الجمال؟
شوف وجه طفل صغير في جمال يفوق حد الخيال، شوف هيك البحر، شوف جبل أخضر، في بالأرض مناظر جميلة تفوق حد الخيال. والحكمة من ذلك الله وعدنا بالجنة، والوعد بالجنة بكلام بالقرآن، بس الكلمة ما لم يكن لها مرتكز مادي ما لها معنى. لو فرضنا واحد ولد بالسجن بصير هيك وما رأى البحر بحياته، قلنا له بحر ثلاث حروف ب ح ر ثلاث مقاطع صوتية، هذا البحر ما له معنى عنده إطلاقا. لو شاف البحر، لو ركب البحر، لو كاد يغرق بالبحر، لو سبح بالبحر، كلمة بحر بتصير كل الخبرات هي. فالله عز وجل خلق أماكن جميلة، والله في أماكن بأوروبا قطعة من الجنة، جبال خضراء، أنهار رقراقة، شوف عصفور عم بيغرد، في حيوانات جميلة، الطاووس، في حيوانات جميلة جداً، في مواقف جميلة جداً، في جبال جميلة جداً، في بحار جميلة جداً. هذا الجمال في الأرض ما حكمته؟ ليكون هذا الجمال مرتكزاً في ذهن المؤمن عن الجنة. الله قال جنات تجري من تحتها الأنهار، فأنت موعود بالجنة فيها ما لا عين رأت. شوف ما لا عين رأت، أنت كم بلد زائر؟ 10-15، بس ما رحت لك وهي لمبور ما بتعرفه. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، سمعان فيها، ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قليلة موعودين الجنة يا جماعة، ما نتحمل شوية صعوبات، ما منصدي، ما منغض بصرنا، ألا نظرة الشاشة مفتوحة بلا ضوابط؟ والله يمكن ما بتصدقوه، بالعالم الغربي المتفلت اللي ما في جنس الدين، الشاشات كلها مضبوطة، في أنواع من القنوات بدها رقم سري على الأب فقط، يروح الأب والأم على سهرة والشاشة مفتوحة. أقسم بالله شخص حدث عالم بالشام توفي رحمه الله، سهروا سهرة طويلة، رجعوا وجد ابنه فوق بنته، واضحة وين ذلك الشاشة مو مضبوطة، وين قاعد أنت؟ شيء الشاب بيشوفه بعد 20 سنة شافه هلأ شو بصير فيه؟ لذلك الغرب ما له إلا سلاح واحد ضدنا، 450 محطة فضائية إباحية وجهت للجزائر، عم يجاهدوا لأنه شو بيلغي جهادهم؟ التفلت. أذكر تماماً كنت بالجزائر، 450 محطة فرنسية فضائية إباحية موجهة للجزائر، الغرب معه السلاح، سلاح الإفساد، سلاح الإضلال، سلاح الإفقار. شوف الغرب شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، عنده خطة. أول شيء إفقار المسلمين وإفسادهم وإضلالهم، آخر واحدة غير معلنة ثم إبادتهم. بتلاقي لك أبيد مئات الألوف ولا كلمة ولا حرف ولا استنكار ولا شجب ولا سحب سفير، آتي المليون. لذلك في الشرع
الذي يقدر أن يحقن الدماء ولا يحقنها فهو شريك القاتل، الذي يقدر بهاتف أحيانا، صدقوا ولا أبالغ، ما جرى في بعض البلاد من قتل للمليون بهاتف يقف القتل، مو بجيش ولا بطيران أبدا، بهاتف، ولم يفعلوا، معناه شركاء مع القاتل، في مسؤولية كبيرة ما حدا منتبه لها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنا اجتهادي المتواضع، ما رأيت أغبى من الطغاة. طاغية في أفريقيا معه 230 مليار، 230 مليار، أكبر ثروة بيملكها إنسان، بيل جيت 90. طبعاً في عليه مشكلة ببلده، لو خرج قبل شهر لخرج بأرقى حفل وداع، بيشتري بكل بلدة بأوروبا قصر وطائرة خاصة ويخت، بينفق كل يوم مليون دولار وما بتنتهي ثروته. لازم يقتل بالمجارير، شاف الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يمكن أكاد أقول أكبر عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تجعل الفقيرة غنية، بالحكمة تجعل أي زواج ناجح، بلا حكمة تجعل الصديق عدوا والغنية فقيرا وأي زواج غير ناجح. أخواننا الكرام، إذن العبادة أساسها أن تشتق من الله الكمال. أنت أقبلت عليه، أقبلت على الغني تغتني بغناه، أقبلت على الحكيم تصبح حكيما بالإقبال عليه، أقبلت على الشجاع، أقبلت على الإله القدرة المطلقة تستمد منه القدرة، هي الصلاة عماد الدين. أما هي الصلاة تبع المسلمين العادية ما فهم شيء. يعني لي واحد والله أنا عندي ثلاث صناديق تجاريات، في فرق كبير بين الصناديق، قال لي سبحان الله أنا عم صلي أول ركعة كشفت أول خطأ، وثاني ركعة الثانية وثالث ركعة حل مشاكله بالصلاة بفرق الصناديق. أي الصلاة؟ لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فإذا كنا مليارين وخمس عواصم عربية محتلة، وليست كلمتنا هي العليا، وليس أمرنا بيدنا، وللطرف الآخر علينا 1000 سبيل وسبيل، إذا منعت من قطع الغيار التغى أسطولك الجوي كله، منعك من قطع غيار الدبابات التغى سلاحك كله، ماسكنا من أدق مكان بجسمنا. هذا الضعف، لأنه ضعف الإيمان، هذا ضعف الإيمان. في يعني مظاهر أنه دولة مستقلة، بس عملية مو مستقلة، خاضعة للغرب. يعني بلدك إسلامي أخذ موقف سقطوا له عملته رأسه للربع صارت. فأنت مملوء من كل النواحي، هذا من بعد عن الله عز وجل. إذا كنت مع الله كان الله معك. لذلك أعظم شيء بالإسلام معية الله. الله قال وهو معكم أينما كنتم، هي معية علم فقط، مع الكافر الله، مع العاصي، مع الملحد، مع الظالم، معية علم فقط. أما إذا الله قال إن الله مع المؤمنين، يا الله، إذا جاءت المعية خاصة، شوف معكم معية عامة، معية علم فقط. اللي عم يقتل الناس مثلا ببلاد معينة، الله مو شايفه؟ شايف. وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه،
أما إن المعية الخاصة إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر، بالتأييد، بالحكمة، بالعلو، يعلون في الأرض، لهم مكان كبير. أخواننا الكرام، علقونا سيدنا خبيب على الصليب لصلبه، فأجا واحد قال له كلمة، قال له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجٍ معافى؟ فيقول: والدماء تنزف منه، والله ما أحب أن أكون آمناً في بلدي، وادعاً في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة. أي الحب، ما أحب أن أكون في أهلي وبلدي، وعندي عافية الدنيا، ما في أمراض ولا فقر ولا قهر ولا سجن، ونعيمها أموال طائلة، قصور على بيوت على سيارات، ويصاب رسول الله بشوكة. فقال أحدهم، أحد الكفار: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. صدق ولا أبالغ، علاقتك بالمؤمنين علاقة حب، حب عميق. أنا سافرت لمعظم بلاد العالم تقريبا، أقسم لكم بالله، كلما التقيت برأس الجالية الإسلامية أشعر كأنني أعرفه من 50 عام، والله أبدا. في توافق، لأنه توافق علم النفس في موضوع القراءة، قراءة الهوية، مؤمن مؤمن، متواضع متواضع، حريص على طاعة الله، حريص على طاعة الله، بار بوالدي بار، أبدا. خذ مؤمنين من أطراف الدنيا مثل بعضهم، الاتصال بالله أعطاهم صفات مشتركة. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب أصل بحياتنا. ثم توجه ببصره إلى السماء وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. هذا الرجل البطل تعلم أن الحياة الحقة ليست استمتاعا وترفا، ولكنها عقيدة وجهاد. مضى مرة بعمان، فت لبيت بأفقر منطقة بعمان، عبارة عن غرفتي، ما في كنبات، طراريح فقط، وبساط كثير رخيص، بيت صغير. يعني بعد يومين ثلاثة، والله بنفس اليوم عندي تعزية بأرقى أحياء عمان، التريات كلها غشاش، هي أغلى أنواع تريات، السجاد كله إيراني، البلاط كله شحف، هذا استيراد بيجي. أنا عم تبع كسوة البيت، شيء يفوق حد الخيال. وين صاحب البيت؟ بالأبر. كنت أقول بنفسي أثناء التعزية: مين اشترى هالتريات؟ المرحوم. مين اشترى هالسجاد؟ المرحوم. مين اشترى هالبيت؟ المرحوم. مين زين البيت؟ المرحوم. وين المرحوم عيد الله؟ صدقوا ولا أبالغ، ما رأيت أذكى ولا أعقل ممن يعمل لهذه الساعة. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. فسيدنا خبيب قام في ملأ من الناس، أعلن براءته من آثام قريش، ودخل في دين الله، أعلن الإسلام.
دخل على سيدنا عمر قال له يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس، بخطب خليفة، ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه العمل، وأحب للناس ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، ولا تخف في الله لومة لائم. يعني أذكر بالمفارقات، كنت مرة ببلد عربي وصرنا سهرة، واحد من الحاضرين حدثني بقصة جرت معه، التقى برئيس بلده بالحرم النبوي أمام قبر النبي الكريم، قال له اتق الله بس، قال لي بقيت 15 سنة بالسجن بس اتق الله، قال لي والله ما قلت غيره، اتق الله في شعبك، أقسم بالله 15 عاما في السجن، قالها أمام قبر النبي، من حول الشخص قبضوا عليه ساقوه، قال لي من دون حذاء على الطيارة على بلدي، وعد 15 سنة، شاف الفرق؟ وفد على سيدنا عمر وفد من أهل حمص، قال اكتبوا لي أسماء فقرائكم، كتبوا له، وفيهم مع الفقراء سعيد بن عامر والي حمص. فسيدنا عمر فوجئ، قال هذا الفقير ما عنده شيء، طبعاً نالكم 230 مليار في بلد، وبلد 90 مليار، وبلد 70 مليار، ثلاث بلاد، بلد بآسيا وبإفريقيا وبأمريكا، خلفوها ثلاث مبالغ، 230 مليار بإفريقيا، 90 مليار بأمريكا، و70 بآسيا، 70 مليار، 90 مليار، 230 مليار. يقول سيدنا عمر لي عند كل خائن أمينان الماء والطين، بده يعمر، بده يعمل بيوت فخمة. وسمي المال الحلال حلالاً تحلو به النفس، والمال الحرام حراماً يحرمها من السعادة. أخواننا الكرام، الغني من مال حرام لا يملك المستقبل. اشترى إنسان ملياردير ومن مال حرام فندق بباريس 80 طابق، مشغول كاملاً دائماً، ثاني يوم في مشكلة بالعقاري، بالتسجيل العقاري، جلطة ومات. واحد ثاني أكبر غني بلبنان أنشأ قصر بجونية بالجبل فوق، أجمل مكان بالعالم، ورتب قبر لنفسه، كمان قبر أحلى من قصر، القبر مات غرقاً بحادث، دفعوا أهله 10,000 بس لالتقاط الجثة ملأوها. الله كبير. يعني العمل الصالح علة وجودك، العمل الصالح علة وجودك. الأدلة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علة وجودك العبادة، وأهم شيء بالعبادة بعد العقيدة والاستقامة العمل الصالح، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.